وبالتزامن مع عودة المدارس، أطلقت إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة حملة ترانا موجودين، والتي تهدف إلى التوعية بحقوق وواجبات المستهلكين وفق قانون حماية المستهلك، والتثقيف بمبدأ الاستهلاك الذكي والمستدام، والذي يتمثل في تحديد الميزانية الأسرية مسبقا، والبحث والاختيار والمفاضلة بين السلع قبل عملية الشراء. وتم التجاوب من قبل المحال التجارية عبر نشر العبارات والرسائل التوعوية في مختلف أرجاء المحل التجاري بصورة واضحة.